أسرار ملكوت السماوات وعن تشبيهات يسوع والأمثلة اللي كان بيتكلم بيها عن ملكوت السماوات وعن الأسرار اللي اتكلم بيها للتلاميذ وعن الأسرار اللي اتكلم بيها لباقي الناس. أستاذ هاني، ممكن أسألك عن أسرار ملكوت السماوات وليه هي أسرار؟ الأمثلة اللي قالها الرب يسوع كانت نوعين، نوع بيقوله لتلاميذه بس ونوع بيقوله للناس كلها. لتلاميذه قال لهم لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات. بالنسبة للجموع، لأن فكر الإنسان غريب جدا عن فكر الله، فكان يسوع بيحاول يقرب المسافة ويحضر ذهن الإنسان ويهيئه عشان يقبل فكر الله بأمثلة وبإيضاحات وبتشبيهات. أما بالنسبة للتلاميذ فلأن هم أعطي ليهم أن يعرفوا أسرار ملكوت السماوات، فكان بيقول لهم بعض الأمثال. زي إيه؟ السر في الحياة المسيحية يعني حاجة أو شيء مش منظور بس هو الجوهر، هو الأساس. لو غاب السر غابت الحياة. فمثلا نقول إيه، يقولوا فلان اتوفى، إيه اللي حصل؟ يقول لك الساعة كذا، السر الإلهي خرج. ليه بيقولوا السر الإلهي؟ لأن هي دي الحاجة اللي ما بتتشافش، بس لو غابت يبقى ما فيش حياة، فيقولوا السر الإلهي. السر الروحي أو بولس الرسول يسموه سر الإيمان، وأحيانا كان يقول السر ويسكت، هي حاجة واحدة، وأحيانا يقول سر المسيح، يعني ما يتشافش بالعين ولكن حينما ينكشف للإنسان يملأه ويسيطر عليه. وبدون السر يبقى الإنسان روحيا ميت. علشان كده بنقول عليها أسرار. لكن ليه يسوع كان بيتكلم بأمثال؟ ليه ما كانش بيقول الموضوع مباشر للناس أو للتلاميذ؟ عندي إجابة على السؤال ده من مثل مختصر قوي قاله المسيح في إنجيل متى إصحاح 13 وآية 45. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة. يطلب لآلئ حسنة، هو مش بيشتغل في التجارة وخلاص، لا، ده شغلته بيدور على لآلئ حسنة. فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. بس قبل ما ادخل في المثل ده هقرأ الآية 35، بيقول ايه؟ لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. مكتومات منذ تأسيس العالم، السر الذي كان مخفي قبل الظهور زي ما بيقول بولس الرسول، انكشف مش بأنه يتحكى ويتقال ولكنه أعلن للإنسان. عشان هذا السر يوصل للإنسان ويختبره، المسيح بيقدم له مثل عشان يفتح عينه على الحقيقة. يعني الأمثال علشان تفتح عينين الناس على الحقيقة. أيوة. وتبسط الحقيقة، تبسطها، هي مش بتبسطها، هي بتخلي الإنسان يحس بيها، بتسهلها يمكن. حتى كلمة سر اللي كانت في الأصل اليوناني بتستخدم كده، غمض اغمض عينيك لكي ترى، كانوا يقولوها كده. يعني حينما تقف الحواس المادية والحسية يأتي دور الإعلان الباطني الجواني. سر المسيح يدرك بانفتاح عين القلب، الإنسان الجواني،
بولس الرسول استخدم تعبير عجيب قوي، يقول مستنيرة عيون أذهانكم. وكان القديس أنطونيوس لما يقولوا له في ضيوف عايزين يسلموا عليك، يقول لهم عميان ولا مفتحين. كان يقصد يعني هم قبلوا سر المسيح ولا لسه. وبولس قال لتيموساوس أما تيجي تختار شمامسة للكنيسة يكون ليهم سر الإيمان. السر مش يعني الغموض، ولكن وضوح الإعلان، مش وضوح المعرفة الإنسانية. حضرتك قريت دلوقتي مثل اللؤلؤة. ممكن حضرتك تقول لي ليه اللؤلؤة؟ ليه ما كانش الألماز؟ ليه ما كانش الذهب؟ ولا ما كانش على أيامه؟ اللؤلؤ الحر له قصة، واللي أنا هقوله دلوقتي معلومات بحثية، ده مش يعني استنتاجي أنا. يعني اللؤلؤ ده بيجي منين؟ المحار البحري إذا دخلوا جسم غريب، رملاية اكمنه رقيق جدا وحساس جدا، ممكن ينجرح. أما الحيوان البحري ده اللي في المحار، أول ما يحس إن في جسم غريب دخل رملاية، يسكب سائل طبيعي هلامي حول هذا الجسم الغريب. هذا السائل المنسكب هو اللؤلؤ الحر، نتيجة جرح تعرض له هذا الجسم الرقيق اللي ما يستحملش أي خشونة ولا رملاية. واللؤلؤ الحر ما فيهوش قطع، يعني اللؤلؤة ما تتكسرش، هي قطعة واحدة. يا لؤلؤة يا ما فيش، هي قطعة واحدة. عشان كده بيقول وجد لؤلؤة واحدة. اليهود ما يحبوش اللؤلؤ الحر. ليه يا أستاذ هني ما كانوش بيحبوا اللؤلؤ؟ هقول لحضرتك. وما يحطهوش في مقدساتهم ولا في ثياب الكهنة ولا في الأواني المقدسة. يحطوا أحجار كريمة، يحطوا ياقوت، يحطوا إلا اللؤلؤ الحر. ليه؟ اليهودي يحب الحاجة المعمولة على أصولها، اللي فيها حرفية عالية، اللي فيها إتقان، اللي فيها إبداع. لكن الحاجات الطبيعية دي نتاج حيوان مجروح ما يقيمهاش قوي. فكانت غريبة إن المسيح يبين إن ملكوت السماوات ده زي اللؤلؤة، اللي تاجر شغلته بس يدور على اللقالق الحسنة. لقى لؤلؤة واحدة، مفيش منها اتنين، هي واحدة بس. فمضى وباع كل ما كان له واشتراها. ده مين ده؟ قال ده ملكوت السماوات. لما الله خلق الإنسان خلقه على صورته وكشبه، يعني الإنسان ما يطقش الخطية. الخطية تجرحه وتدمره، والخطية مش في طبعه ومش من مكوناته الأساسية. لكن الله بسبق علمه كان يعرف ان هتحصل جملة اعتراضية تدخل على الحياة، فالإنسان هيخطئ. فيسوع حمل جسم البشرية في نفسه وانسكب على حياتنا وعلى خطيتنا. يعني كل الخطية دي كانت جملة اعتراضية؟ بمعنى ايه؟ انا وانتي واي حد يفاجأ بخطيته، لكن الله لا يجد عليه شيء. يعني هو بيخلق الانسان كان عارف القصة ماشية ازاي بالظبط، ما انصدمش. لكن هو عمل الانسان في الطور قبل الكامل على اساس تدخل جملة الخطيئة. هو مش عايزها بس الانسان عايزها، دخلت فركب عليها الفداء، وهو انسكاب حياة الابن على الانسان الخاطي والذي لم يعرف خطيئة ولا فيه رملاية
ولا غش ولا يعرف أي نوع من أنواع الإثم انسكب وبذل ابنه. هذه هي اللؤلؤ، هذه هي الخليقة الجديدة، هذا هو الإنسان في طوره الكامل كما أراده المسيح قبل ما يخلقه وقبل ما يصنعه. الحياة المنسكبة دي حياة الله الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، مش عشان احنا نبقى أبرار، لنصير نحن بر الله فيه. هي دي اللؤلؤة بتاعة المسيح الذي باع كل ما كان له واشتراه. يعني أنا اللؤلؤة؟ تصدقي؟ تصدقي إن هي لؤلؤة واحدة؟ هي لؤلؤة واحدة. المسيح أحب الكنيسة وبذل نفسه لأجله. كان في أحد رجال الله حبيبي قوي بنتناقش على موضوع الخليقة الجديدة وكده، فهو حب يشاكسني شوية عشان المناقشة تطول يعني. قال لي هاني، هو أنت ساعات تحس إنها زادت شوية وياك؟ قلت له أنا فاهم أنت عايز تقول إيه، بس هسألك سؤال. قال لي اسأل. قلت له لو قالوا لك اكتب لنا قائمة بأبطال الإيمان تكتب فيها شمشون؟ بصلي كده قال لي لا طبعا. قلت له هو في واحد اسمه القديس شمشون؟ قلت له بولس الرسول لما جه يتكلم على سحابة الشهود قال ده 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 أبائنا السحابة دي، ده اللؤلؤة ديت فيها أسامي، فيها براق وشمشون وجدعون. إحنا ما يعجبناش الحال ده، عارفة ليه؟ ليه؟ عشان عقلنا يهودي، عشان ثقافتنا يهودية. لا، لو ثقافتنا يهودية يبقى هنحتاج ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الثقافة اليهودية بعد الفاصل. نكمل إن شاء الله. نكمل. القديس معلمنا متى الرسول يقول في إنجيله: لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. السر الإلهي كيف يشعر؟ عندما يعمل في الإنسان يصبح الإنسان عائشا به، وعندما لا يعمل يصبح الإنسان ميت روحيا. السر الإلهي ليس هو النفس، إنما هو نفخة الله مصدر الحياة. فكرة أن الإنسان يريد أن يكون كاملاً فكرة طبيعية موجودة في عقله مسيطرة على ذهنه، لكن فكرة السيد المسيح لؤلؤة هي ليست اختراعاً، هي حياته المبذولة لأجلي. السيد المسيح أنشأ حياة واحدة لا توجد فيها أجزاء، أنا وهو. في الجزء الثاني من الحلقة هنعرف إجابة كيف انسكبت محبة الله على البشرية، ولماذا الإنسان المخلوق في قصة الله على أساس أنه يكون هو والمحبوب يسوع خليقة واحدة. نتكلم عن الفكر اليهودي والثقافة اليهودية، ليه الفكر اليهودي ما قبلش إعلان المسيح؟ احنا لما بنقول اليهودي لا نقصد اليهودية السياسية، نقصد حلوة اليهودية السياسية. طبعا، اصل في ناس كده تفتكر ان احنا بنتكلم على اليهود. لا، ده اليهودي في العهد القديم يعني شعب الله، يعني هو الانسان بتاع ربنا، يعني هو الإنسان المتدين. الثقافة الدينية خلت عقلهم مرتبط دايما
بإصلاح الإنسان لنفسه ورقابة الإنسان لنفسه وتتميم الشريعة والناموس وتنفيذ الوصية. وإن كان المسيح قال لهم ده كل ده حاجات في الشكل بس، لكن الجوهر ما تغيرش وانتوا زي ما انتوا. بالعكس الغطاء الديني ده المسيح قال لهم ده الرياء اللي بيربي الخميرة اللي جوه بتاعة الخطية. فلما جه الرب يسوع عشان يعرض على الإنسان خلاصه والخليقة الجديدة اللي هو جه يعملها، الفكرة دي لم تلاقي استحسانهم لأنها منطقيا عكس مبادئهم الدينية. والفريسيين دول ما كانوش ناس يعني أي ناس، ده كانوا مدققين قوي. فريسي بالبلدي كده يعني فرز أول، يعني إنسان محترم. واحد فريسي شاف الست الخطية بتبوس رجلين الرب، قال لو الراجل ده كان نبي كان يعرف مين اللي بتلمسه دي خطية. هو ما يعرفش ان المسيح حمل جسدها بلا خطية. هو ما يعرفش ان المسيح اخذ خطايانا كلنا. هو يعرف يعني ايه الانسان يلفظ الخطية ويتبرر منها. بس بولس الرسول قال كلام عجيب قوي على الموضوع ده. قال الناموس كان مؤدبنا للمسيح، يعني هو اللي مسكنا في الخطية عصا وجابنا للمسيح، زي ما مسكوا المرأة الخطية في ذات الفعل وجابوها للمسيح. قالوا له الناموس بيقول ايه في الموضوع ده؟ يعني ايه الناموس كان مؤدبنا للمسيح؟ ما انا هقول لك اهو. فجابوا الست ممسوكة في ذات الفعل وحكم الناموس واضح. اتاري الناموس عمل عملية ضبط واحضار. يعني ايه؟ يعني مسك الخاطي متلبس بكسر الشريعة وجابه للمسيح. يقول بولس الرسول ايه؟ الله اغلق على الجميع في العصيان، كل الناس كسرت الوصية لكي يرحم الجميع. فالست اتمسكت بموجب الناموس وجابوها للمسيح عشان تترجم بموجب المسيح عشان المسيح يبررها. فالله اعطانا الناموس لكي تظهر خطيتنا ولكي يظهر احتياجنا للبر، وان الانسان لا يقدر ان يتبرر بالناموس. بولس الرسول قال كده، لو كان بالناموس بر فالمسيح مات بلا سبب. الدين ده كان غلط؟ لا، الدين ده كان صح، بس الناس طبقوه انسانيا جسديا بالمنطق والأصول ومفهومهم عن الشريعة. أما خلاص المسيح فهو فوق جدا، أعظم مما نطلب أو نفتكر. وكان أول تعليق اتقال من الروح القدس على تجسد المسيح لما راحت أم يسوع لأليصابت تزورها، قالت لها طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. اللي صدق واللي آمن يا بختك، لأنك آمنتي باللي الرب قالهولك وهو ما يتعقلش أبدا. ولكن إذا العقل الإنساني اتضع وخضع لكلام المسيح، النعمة تنور العقل كمان. يعني هي العقل عاصي بسبب الجسد وبسبب الثقافة اللي احنا يعني شحناها وعملنا برمجة للعقل، فأصبح العقل عنده كده نمط وحاجات في تفكيره مش عايز يغيرها، فضلنا عايشين بيها شوية. بالظبط. يا ما بولس الرسول ده خد علق، قالوا له هو انت بتهد الناموس؟ الكلام اللي انت بتقوله ده زيادة قوي، ده انت زودتها. يا ما عملوا فيه كده، ويا ما قالوا له انت اصلك يعني ما شفتش المسيح وانت اصلك مش رسول.
لأن بولس الرسول كان جرب الاتنين، جرب الشريعة وجرب الناموس وجرب البر اللي بحسب الشريعة. قال كل ده طلع نفاية. نفاية، نفاية طبعا معروف يعني ايه، لكن كل ده جنب معرفة المسيح انا حسبته خسارة لكي اربح المسيح، وليس لي بري الذي من الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. اللؤلؤة اللي المسيح بيتكلم عنها هي التي صنعها يسوع بحياته لما بذل نفسه لأجلنا، والخطية اللي دخلت غريبة عن الإنسان وعن الحياة الإنسانية المسيح عمل منها بر الله اللي صار لينا. في سفر الرؤيا إصحاح 21 بيوصف المدينة السماوية، بيقول المدينة كان لها 12 باب والإثنى عشر بابا إثنتا عشر لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة. رؤيا 21 وآية 21، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، يعني أبواب المدينة. وقبل كده بشوية بيقول ما بتتقفلش لأن المدينة ما فيهاش ليل لأن الرب قد أضاءها. الأبواب المفتوحة دي مصنوعة من لؤلؤة واحدة، أبواب المدينة مصنوعة من دم المسيح وبره. حاجة هيلة. بولس الرسول ما لقاش كلمة يعبر بيها عن الخلاص إلا ما قال خلاص هذا مقداره. إزاي الإنسان يهمل الخلاص ده وينجو؟ هو ده السؤال. ربنا يخلي كل قلبي فينا يفرح بخلاصه. شكرا ليكي أستاذ هاني. شكرا.